بسم الله الرحمن الرحيم، نتكلم إن شاء الله على موضوع ظاهرة التأثير الكهروضوئي. هذه الظاهرة عبارة عن انبعاث إلكترونات من سطح الفلز، ولكن عند سقوط إشعاع كهرومغناطيسي مناسب على الفلز. يعني إيه كلمة مناسب؟ يعني هيكون الشعاع اللي نازل أو الشعاع المغناطيسي، سواء كان أشعة فوق بنفسجية أو أشعة تحت حمراء أو حتى ضوء مرئي أيا كانت، لابد أن يكون الشعاع الكهرومغناطيسي الساقط له طاقة على الأقل تساوي طاقة الشغل للإلكترون الفلز أو أكبر منه، أي أن تردد الضوء الساقط المفروض يكون مثل تردد العتبة أو أكثر منه للإلكترون الفلز، حتى يتم أن الفلز ينبعث ويتحرك ويؤدي إلى توصيل كهربائي. الجهاز المستخدم لهذه الظاهرة كتطبيق عملي لها هو الخلية الكهروضوئية والمستخدمة في تحويل الضوء الشمس إلى طاقة كهربائية. وهذا الجهاز طبعا يستخدم في دراسة التأثير الكهروضوئي. أينشتاين هو اللي فسر هذه الظاهرة، ومن خلال كلامه أو نظريته بيقول إن الضوء والأشكال الأخرى من الأشعاع الكهرومغناطيسي كلها مكونة من حزم مكماة ومنفصلة من الطاقة. هذه الحزمة هنسميها الفوتونات، وهي ليس لها كتلة وتتحرك بسرعة الضوء. ده كلام أينشتاين. بالتالي إن هنا التأثير الكهروضوئي ده بيظهر أن للفوتون، رغم أن الفوتون ليس له كتلة، فإن له طاقة حركية، تمام؟ لأنه هنا الفوتون المفروض أنه بيسقط على الإلكترون، فبالتالي يعطيه طاقة ويحصل ظاهرة التأثير الكهروضوئي. مقترح أينشتاين أيضا أن الفوتون خاصية أخرى جسيمية أخرى وهي الزخم. ده بالنسبة لكلام أينشتاين. عندنا القانون الموجود عندنا، إيه يعني الطاقة؟ إيه يعني طاقة الفوتون؟ تساوي اتش اف. الاتش هو ثابت بلانك، الاتش وده رقم ثابت، والاف هو تردد الفوتون. لو هنشيل الاف نحط مكانها سي قسمة اللمدة. السي معناها السرعة، سرعة في الفراغ، قسمة الايه؟ قسمة الطول الموجي. هنلاحظ هنا ان الطاقة بتكون طردي مع التردد وعكسيا مع الطول الموجي. وهنا الطاقة في هذه المعادلة تقاس بالجول، لان في بعض المعادلات وبعض القوانين الطاقة ممكن تقاس بحاجة اسمها الكترون فولت. نشوف كده السؤال بتاعنا، تتناسب طاقة الفوتون عكسيا مع الطول الموجي والمفروض طرديا مع التردد. إن شاء الله موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.